النعش جاب حق صاحبه، تلات أبناء أنهوا حياة أبيهم وأقنعوا الجميع أن الوفاة طبيعية. من كام سنة خرج صوت صريخ من عمارة في البساتين، ولما الناس سألت إيه حصل عرفوا أن الحاج حسن مات. ولاده التلاتة راحوا على طول لمكتب الصحة عشان ينهوا الإجراءات ويستخرجوا تصريح الدفن. ساعتها اتقابلوا مع مفتش الصحة الدكتور أحمد وطلبوا منه تصريح لدفن والدهم. الغريبة ان مفتش الصحة ما ترددش وما اشتبهش ابدا ان الوفاة مش طبيعية، وده لسببين. الاول ان اللي بلغوا بالوفاة ابناء المتوفى، اما التاني هو ان الحالة لرجل في العقد السابع من العمر. وبالفعل تسلم ابناء المتوفى تصريح الدفن ورجعوا بيتهم وانهوا اجراءات الغسل. الشباب حملوا أبوهم على النعش ونزلوا في طريقهم لمقابر البساتين. هنا كانت المفاجأة، الناس في الجنازة شافت دم سايل من النعش. في البداية الأبناء قالوا إنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وإن ده أمر طبيعي، لكن المفاجأة الأكبر كانت وقت الدفن لما خرجوا الجثمان من النعش عشان يدخلوه القبر. ظهرت بقعة دم كبيرة كانت واضحة جدا في الكفن، ومع ذلك أصر الأبناء على كلامهم اللي ما صدقهوش أبدا المسؤول عن الدفن. بعد انتهاء الإجراءات راح المسؤول عن الدفن لقسم الشرطة وبلغ عن اللي شافه. فورا فريق من مباحث اسم شرطة البساتين وطبيب شرعي راحوا للمقابر، وبالفعل اكتشفوا جريمة بشعة. الجثمان فيه 8 طعنات في الصدر والبطن، واكتشفوا ان الحاج حسن قتل على يد اولاده اللي قالوا ان هو اللي دفعهم لكده بتصرفاته، وانه قرر الزواج من فتاة صغيرة وكان هيكتب لها كل حاجة، وان الشباب حاولوا يقنعوه بالتخلي عن الفكرة لكنه اصر على رأيه، وكمان قال ان هو هيحرمهم من ميراث. رد فعل الولاد انهالوا عليه طعنا بالاسلحة البيضة لحد ما لقاه مصرعه. ولما لقوا أبوهم جثمان بين إيديهم قرروا إعلان وفاته بحالة طبيعية اعتمادا على أنه في العقد السابع من العمر. فهل توقعت أن يكشف النعش حق صاحبه؟